تقوي معوجة الأسنان بطريقة شفافة، ولا نفس كنقولوا لي غوتيير ترانسبارونت، يعني القوالب الشفافة. هاد الطريقة خرجت في السنوات الأخيرة، واليوم كسحات المجال في بالنسبة لتقوية معوجة الأسنان، لأن بالنسبة كاختصاصيين ولا حتى بالنسبة للناس اللي كيجيو عندنا باش كنقادو الأسنان ديالهم ولا كندير لهم التقويم، لقاو الرضا في هاد التقنية اللي كتشكل من قوالب شفافة، كتكون متكونة من قالب شفاف بحال هكا اللي كنديروه على الاسنان، يعني على الفك العلوي ولا السفلي، وكيمكن هذا القالب الشفاف كيمكن باش يحرك الاسنان بواحد، غادي نقولوا بواحد بضع مليمتر، يعني 0.03 مليمتر لكل سنه اللي كتقدر تتحرك بهذا القالب الشفاف لواحد المده اللي كانت تستعملوها لمده 10 ايام حتى الاسبوعين كل قالب شفاف. يعني احنا في الاول كناخذوا البصمات ديال الفكين وكنديروا واحد كنصيفطوهم للخارج، ولا بعض الاحيان هنا في المغرب داروا واحد لي لابوراتوار اللي كيمكن لهم يديروا هذه التقنيه هذه، وهما كيديروا واحد لو مونتاج، ولا كيديروا واحد المونتاج بالحاسوب يعني بار اورديناتور، وكنكونوا واحد التفاهم بيننا وبين اللابوراتوار اللي كيعطينا احنا كنقولوا ليه شنو بغينا في النتيجه في الاخير، وهذا الشيء مع بالموافقه ديال المريض اللي كيكون كنشوفوا حتى هو شنو باغي من الاسنان ديالو، كيفاش كنلقى واحد التجاوب معاه، وهذيك المساله هذيك كنطبقوها من الاول للاخر باش كيكون عندنا واحد النتيجه حسنه. وكل قالب شفاف كما قلت كنستعملوه لمده 10 ايام حتى الاسبوعين، ومن بعد كندوزوا للقالب الشفاف الثاني، وهكذا حتى لاخر قالب شفاف اللي كيعطينا النتيجه اللي بغيناها في الاخير. بالنسبه لهذه التقنيه كتكون كما قلت في الاول لقات القبول بزاف عند المرضى ديالنا، علاش؟ لانها اول حاجه انها شفافه، وفاش كنقولوا شفافه يعني انها قبل كنا كنستعملوا لي باغ ولا دوك الصدفات المعدنيه اللي كيكونوا كيشكلوا غادي نقولوا بعض العائق بالنسبه للجماليه ديال الاسنان، يعني الناس كاين الاكثريه الكبار ما كيبغوش يستعملوهم، كتكون عندهم واحد غادي نقولوا واحد الانغاجمون كيكون خفيف، ما كيبغيوش يديروا، وما كان كيكونوا ما يعني ما كيكونوش مشجعين باش يديروا تقويم معوجة الاسنان. بهذه الطريقه الشفافه كسبنا هاد الناس هادو اللي كيكون عندهم هاد المشكل ولا هاد العذر غادي نقول، والان بهذه الطريقه الشفافه كيمكن لهم يديروا تقويم لعوجاج الاسنان بلا ما كيعرفوا الناس الاخرين بانه كيديروا واحد التقويم ولا كيديروا واحد العلاج. زياده على ذلك ان الصدفات المعدنيه ولا لي باك كيقدروا يشكلوا واحد المشكل اذا كان هنالك واحد غادي نقولوا مشكل في البروساج، يعني النظافه ديال الاسنان ما كتكونش مزيانه ولا ما كتكونش بالطريقه اللي كنبغيو حنايا الاطباء، كنقدروا نخلقوا واحد المشكل ديال التهاب اللثه، مشاكل ديال سيلان الدم، الانتفاخ ديال اللثه وهذه المشاكل هادو. لكن مع فاش ما كيكونوش الصدفات المعدنيه ولا مع القوالب الشفافه ما كيكونش عندنا هذا المشكل، لان ما كيبقاوش الاطعمه ولا بقايا الاطعمه كيبقاو ما بين لي باك، هذا حتى هو لقينا فيه الراحه ديالنا لان ما بقاوش هذوك المشاكل ديال اللثه كثر بحال مع المشكل ديال لي باك. زياده على ذلك ان بالنسبه للمده الناس كيسولوا بزاف على المده ديال التقويم بالنسبه للفراق ما بين الصدفات المعدنيه ولا لي باك والتريتمون افيك لي غوتيير، كيكون نفس المده، لان مع فات السنوات يعني هذه التقنيه ظهرت هذه السنين، يعني غنقول واحد 15 سنه، ولكن فات السنوات الاخيره ولينا تقريبا جميع المشاكل ديال عوجاج الاسنان كنلقاو الحل ديالهم بالقوالب الشفافه، يعني ما بقاش هذاك المشكل ديال بعض المشاكل ولا بعض عوجاجات الاسنان ما يمكنناش نديروهم ولا نحلوهم. اليوم ما كنقدر نقول بان اغلبيه المشاكل ديال عوجاج الاسنان كنقدروا نحلوهم بالقوالب الشفافه العاديه، ما عندنا حتى شي اشكال. وبالنسبه للسؤال ولا بزاف الناس كيتسائلوا هاد الطريقه هذه واش كنقدروا نستعملوها بالنسبه للكبار والصغار، نعم كنستعملوها بالنسبه للكبار والصغار وحتى المراهقين، لان كاين متطلبات عند دابا بالنسبه للبنات ولا الدراري ما كيبغيوش يديروا لي باك، كنديروا لهم هذه التقنيه بالقوالب الشفافه اللي كتعطيهم اللي كتساعدهم ولا كتحفزهم باش يديروا تقويم عوجاج الاسنان.